اهلا يا شعبان. افندم انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يدينا؟ هو ده البيه السباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شوية. لخير؟ هي الحنفية حامل؟ لا، محتاجة قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف المية علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلتلك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا انت هتجب علينا يا اخويا، خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بقى تمشي، امشي. مع السلامة. 3 جنيه تصليح حنفية يا عالم. انا عارفة انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده انا راجل محترم، ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانوية عامة، رحت مدارس وجيت من مدارس وابتديت من جدول الضرب وقالب به ته. ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل وتقولي لي ابقى سباك. طب خلاص، انت بالك نافش ريشك كده. تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوك كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟